الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه. وهذا الإشكال عندنا في هذه الأيام، أفلام كرتون يعلم الأولاد السحر، وأصبح السحر في أفلام كرتون شيء متفق عليه ومن المسلمات. والأولاد الصغار في الغالب إذا سقط منه سن استقبل ماذا؟ الشمس، وقال يا شمس يا شموسة خذي سني. صحيح السن، الشمس تعطيك سن العروس أو سن العجوز أو كذا، هذا الشرك أكبر. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه.